في كرة القدم، وأكيد حضراتكم طبعاً في الزحم والدوشة بتاعة الكان والكأس الأمم والصراعات الكبيرة اللي في الملاعب، الكل بيترقب الأهلي بيعمل إيه. الدوري مخلصش، الدوري لسه في الملعب، الناس دي صممت إن الدوري لسه هيتلعب بعد كأس الأمم، فعشان تكونوا فاكرين، لأنه الناس يعني الناس عمالة تشتغل في موسم الانتقالات وعمالة تقدم عروض وانت شغال وبعدين لسه بنلعب في الدوري. والله العظيم شيء غريب يعني. الاهلي بيواصل تحضيراته لغايه لما هيسافر ان شاء الله لمعسكر الاعداد في اسبانيا. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيجتمع مع الثلاثه الكبار اللي موجودين، حسام عاشور وعمرو السوليه وحسين الشحات، عشان التجهيزات المعنويه والفنيه للمرحله الجايه. وبيتكلم الكابتن سيد على المعسكر اللي هيكون في اسبانيا ان شاء الله، بيأكد على انه الامور هتشهد باذن الله تلبيه كل احتياجات الجهاز الفني من خلال هذا المعسكر. الفتره الحاليه انتظم فيها كل اللعيبه، خاصه اللعيبه المحترفين اللي كانوا اخذوا اجازات وسافروا. وليد ازارو رجع وانتظم، علي معلول رجع وانتظم، جونيور اجاي النيجيري ايضا، بالاضافه الى بقيه اللعيبه اللي كانوا مع المنتخب الاولمبي وانتظموا في تدريبات الفريق. الكابتن سيد أشار إلى أنه الفريق بيخوض مرانه على فترتين في الفترة الحالية بناء على البرنامج الفني والبدني، وشدد على أنه ده جانب من المران الصباح اليوم. وقال الكابتن سيد أن معسكر أسبانيا إن شاء الله هيكون فيه ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى خلال هذه الفترة، حدد لها كمان هيلعب الأهلي وديا في أسبانيا 15 و 11 11 و15 7 و11 و15 يوليو ان شاء الله. والجهاز الفني بيستقر على تصعيد بعض الناشئين، لانه الحقيقه الخواجه لما شاف عدد من اللعيبه الناشئين الواعدين في النادي الاهلي صمم انه يكونوا موجودين معاه في الفتره الحاليه ويسافروا معاه كمان فتره المعسكر في اسبانيا. من الوجوه الجديده مواليد 97، انتوا عارفين 97 ده الطرح الخصب جدا للاهلي، يعني عنده عدد كبير من اللعيبة المتميزين المعارين. وكمان الخواجة اكتشف مجموعة من اللي اتمرنوا معاه صمم على استمرارهم وعلى سفرهم كمان معاهم. فيهم ميشو عمارة، ده لعيب مواليد 97 مساك، صلاح أوتاكا ده ديفندر مواليد 97 وفي نفس السن أيضا ديفندر وطرف، مصطفى عزت، يوسف علاء جناح أيمن، فادي فريد راس حربة صريح، محمد عبد المنعم مواليد 99 ده مساك، رمضان ابو حطب ده حارس مرمى، وطبعا عربي بدر مواليد 2001 ده هاف ديفندر واعد واصغرهم، وهشام شعبان مواليد 97 بيلعب راس حربه وجناح ايسر. يعني مجموعه يمكن ما حدش كان واخد باله منها في المتميزين دول يا باشمهندس. بص طبعا التركيز دلوقتي في المعسكر مع المجموعه دي، لان معظمهم 97 ايوه، يمكن واحد او اثنين 99 اللي هيبقى لهم نظرة فاحصة وبعناية شديدة على أسماء محددة في الفترة اللي بعد كده. لكن ال 97 بالإضافة إلى المجموعة المعارة اللي متقيمة كان ممكن تبقى موجودة في المعسكر لولا إن الدوري ماشي. أي. في ناس إعارتها لسه في الدوري. فطبعا أعتقد إن هيبقى في فرصة كويسة للتقييم الحقيقي لاحتياجات النادي الاهلي من هذه العناصر، وفي ناس مطلوبه للاعاره بشده من اكثر من نادي من المجموعه دي. برضو هيترك حريه للاعيبه دي انها تقرر اذا كانت تختار الاعارات والانديه اللي هي عايزه تطلعها. لكن انا بقول لك كل دي مواهب هتثري الكره المصريه باذن الله والنادي الاهلي. طيب راي الكابتن سيد عبد الحفيظ فيهم ايه؟ بيقدمهم ازاي من خلال المعسكر؟ نشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ في مران الاهلي اليوم وهو بيتكلم عن هذه الظهور الجديده. طبعا الحمد لله، يمكن فتره الاعداد بدات بالنسبه لنا يوم 22،
كان الاسبوع الاول ماشي بشكل كويس الحمد لله رب العالمين. احنا في الاسبوع الثاني كل اللعيبه انضمت، كل اللعيبه اللي كانت مسافره رجعت، كل اللعيبه الاجانب علي معلول ووليد ازار واجايه كلهم رجعوا باستثناء يمكن جيرالدو المتواجد مع منتخب انجولا، والرباعي طبعا المنتخب بنتمنى لهم كل التوفيق باذن الله وخدنا لنا البطوله الثامنه باذن الله على ارضنا وجمهورنا باذن الله، يعني الشناوي ومروان محسن ووليد سليمان وايمن اشرف باستثناء اللعيبه ديت، كل اللعيبه موجوده سواء كانت لعيبه المنتخب الاولمبي او المحترفين الاجانب يعني او اللعيبه الشباب الصغيره او لعيبه الفريق الاول. يعني طبعا يمكن انا فرحان جدا بتواجد اللعيبه الصغيره في الوقت الحالي، يعني يمكن مردودهم كان مش عايز اقول مفاجاه بالنسبه لي لكن ماشيين بشكل كويس جدا، بعضهم هيبقى موجود معنا في المعسكر بشكل كويس، مستواهم لحد كبير جدا 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 مطمنا ومريحنا. يمكن مجموعه من اللعيبه الشابه اللي هيبقى لها تواجد ان شاء الله الرحمن في الفتره اللي جايه باذن الله استمروا بالشكل ده، لازم يستمروا بالشكل ده بالمجهود اللي بيعملوه بالشخصيه اللي عبروا عنها في خلال التدريبات. مجموعه من الشباب بالاضافه طبعا لعمار حمدي اللي رجع لنا من الاعاره، يعني محمد عبد المنعم وميشو وهشام وفادي وصلاح مجموعه كويسه جدا. محمد عبد المنعم اتمنى له ان هو يمشي بشكل كويس قوي في الفتره اللي جايه، عمار حمدي نفس الكلام، ميشو نفس الكلام، والمجموعه اللي انا قلت اسمها سعيد جدا جدا بمستواهم ومردودهم اللي عملوه واتمنى الاستمراريه على كده باذن الله. مجموعه كبيره ممكن تبقى موجوده معانا وعلى حسب اختيارات مستر مارتن اللي اصابت يعني، لكن زي ما قلت في محمد عبد المنعم قد مردود كويس قوي، في صلاح ماشي بشكل كويس، في يوسف علاء برضو خامه كويسه جدا، في هشام، في فادي، في صلاح، في عمار حمدي طبعا المتواجد بعد اعارته. يعني ان شاء الله الرحمن الفترة اللي جاية تشهد مجموعة من الناشئين، لكن أنا على المستوى الشخصي سعيد بمردودهم، سعيد بشخصياتهم، سعيد بمستواهم. مش عايز أقول مفاجأة بالنسبة لي لكن أعتقد إن حاجة إيجابية جدا جدا، يعني إن يبقى معاك عدد من اللعيبة المميزة من الناشئين. أتمنى إن هم يستمروا على كده، ما تبقاش المرحلة بس المرحلة الأولى، أتمنى إن هم يستمروا على كده إن شاء الله الرحمن، لكن سعيد جدا بمستواهم. يعني بالنسبة للمعسكر إسبانيا كان انا وامير توفيق سافرنا اخترنا معسكر مناسب ان شاء الله الرحمن لفتره التعداد بالنسبه لنا هناك ان شاء الله الرحمن، هيتخلله ثلاث مباريات يوم 7 ويوم 11 ويوم 15، نامل ان شاء الله الرحمن ناخد كل الاجابات منه وكل الاهداف بتاعتنا تتحقق ان شاء الله الرحمن. واضح القناعه من كلام الكابتن سيد، واضح ان في عندك مجموعه، احنا قلنا هذا الكلام وهي نتائج ال 97 يعني بتقول كده، بتقول ان في مواهب جامده جدا فيها. 99 ايضا فيها اربع خمس اسماء تقال يعني، ده بخلاف طبعا 2000 و2000 كل ما بتنزل العدد بيزيد لا في المواهب موجوده بكثافه الحمد لله. فارجو ان النادي الاهلي اولا يجد ضالته في حد منهم، ولذلك كان في تحفظ من مستر لاسارتي وهو بيتكلم على احتياجاته من خارج النادي الاهلي. ما يعني مش عايزها الا في ضيق الحدود، وفي مركز او اثنين وحددهم يعني. فارجو ان احنا نشوف موسم جيد يدار بشكل جيد، لان لا يمكن ان تستمر الامور على ما هي عليه، لابد بقى نرجع نتمسك بكل اللوائح الدوليه، الفير بلاي، الانفاق المالي النظيف، ايوه، البدايات والنهايات المحدده. طبعا الاتحاد الاوروبي بيستبعد الميلان من بطولات اوروبا كلها يا حبيبي عشان خرق اللعب المالي النظيف. والله صدقني لولا بس نغمه، يعني انا اخشى ان يفيض الكيل او ينفذ الصبر وحد يلجا للاتحاد الدولي، مش مفيش جدال انه هيلاقي خروقات جامده جدا في الدوري واداره المسابقه. احنا مش عايزين كده، احنا عايزين احنا نصلح من حالنا، وقلنا يا رب تكون البطوله دي هي بدايه الاصلاح وباذن الله تكون ان شاء الله. ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ اجتمع يمكن مع حسين السيد، حسين السيد لاعب الاهلي المعار للدوري السعودي،
رجع واجتمع مع كابتن سيد وشارك في المران ضمن فترة الإعداد، ورجع من الفترة الأخيرة ظهر في هذه التدريبات بحالة جيدة، مستمر في إعارته مش كده يا باشمهندس؟ لا هو لسه يعني القرار، لأن هو لاعب مميز جدا فبرضه متروكة للجهاز الفني، وحسب برضه رأي اللاعب ممكن يكون جاي له حاجة، يعني يقول لك طب سيبني السنة دي كمان لو حاجة محترمة وتليق بيه وتليق بالنادي الأهلي ويمكن إرجاء عودته، يعني كل أمور هتبحث بموضوعية شديدة يعني.